السلام عليكم ورحمة الله. أزف الأوان. الإجراءات والقرارات اللي عندها انعكاسات خطيرة على البلاد في دولة اللا قانون لا تتخذ في إطار مثلا مجلس الوزراء في إطار تشاوري. لا، وزير التجارة سي كمال رزيق نفحت له، شافهاك قال لك هيا بعث المدير تاع الادوان قال له خلاص تحبسوا، ما بقاتش هادي تاع نستوردوا المواد اللي يعني تعاود تتباع ديريكتومون، ماهيش مواد أولية، سي دي برودوي فيني، تجيبهم وتبيعهم، قال هادو يحبسوا. بون، قرار الوزير كي تجي تشوف بعد كل موضوع يا قرار صائب في محله. وعلاش ما عندهمش باش يخلصوا؟ خلصوا الدراهم لانه ما بقاوش دراهم، ما كان باش يخلص، دونك خدا قرار قال حبس ما عادش تجيب. لانه شكون يجيب؟ كاين المستوردين يديو دي لاتر دو كريدي كدا، يبعث يجيب السلعة، وهذيك السلعة كي يجيبها ما فيها اوكين بلو فالي، ما تلاش القيمة هذيك الزايدة هذيك، لا يبيعها كيما راهي. مثلا يجيبوا الكيوي يبيعوا كيما راه، يجيبوا التفاح يباع كيما راه، يجيبوا البنان وامور اخرى يجيبوها تاني. ام حتى البيرة يجيبوها بزاف، الويسكي يشرب كاع يجيبوه في برودوي فيني. اسكو دوك هادو معنيين ولا ماهمش معنيين؟ لانو الجماعة يحتاجوهم. هادو تاع بصح قرار كيما هذا من المفروض يتخذ في اطار مجلس الوزراء، مجلس حكومة، ويدرسوا الانعكاسات ديال هاد القرار. لانه واش راح ينتج عليه؟ راح ينتج عليه الندرة في مواد تعود المواطن على استهلاكها، مواد تعود المواطن على استهلاكها. تبدا تروح تحبس البنان والكيوي تقول لي سير يا سيدي ليوس، وما والشعب الزوالي ماهوش يلحق. صح، الشعب الزوالي ماهوش يلحق حتى يشمهم بالريحه، مسكين ما عادش يقدر يشري باش يشمهم والو. لكن كاين عدة مواد اللي راهي الجزائر راهي تستهلك تستورد كلش، ما تنتج والو الجزائر. الجزائر ما تنتج حتى شيء، بكري كانت تنتج، ولكن كسروا كل النسيج الصناعي تاع الجزائر. الجزائر كتنتج من اللبسة للفيلوات للكاميونات للفريجيدارات كلش تستوردو. دونك بح، ما بقاش تستورد فريجيدار، ما بقاش تستورد تلفزيون، ما بقاش تستورد والو كلش. انا فكرت على التلفزيون. الحليب هذا كان يجيبوه يسلبوه ديالك، عاد غير حليب الشكاره تاع الزوا ولا تفاصون، لان البلاد فقرت تماما، بلاد فقرت، فقروها. اي بورتون ربي يعلم بالجزائر غنية بترولها بغازها بحديدها بذهبها بالخيرات اللي عندها، وغنية خاصة برجالها ونساها اللي يهمشهم هذا النظام تاع العصابة. لأن الثروة الحقيقية هي الثروة الإنسانية، هي الثروة البشرية. روح أنت يا البلجيكا واش عندهم؟ ما عندهم لا بترول لا غاز، كان عندهم الشاربون خلاص. مي روح المستوى المعيشي تاعهم في العشر الاوائل في العالم. روح لهولندا واش عندهم؟ الثروة البشرية عندهم، ثروة بشرية. الناس هادو يستثمروا في ميدان البحث العلمي،
يستثمروا في امور تاع المخميخ تاع التكنولوجيا تاع كذا. الجزائر ثاني عندها قادره، ولكن لما بلاد يحكموها اميين جهالة نيفو تحت الرونجاز، قالوا هادو ما عادش تنتظر منهم اي حاجه، ما تقدرش تستنى منهم يجيبوا الثروة نتاع الناس. البترول هكذا خارج خارج خارج، البترول والغاز خارج، وما عرفوش يبيعوه وحصلوا فيه. وكي يبيعوه اللي يتباع دراهم وتروح، دراهم وتروح، فلسوا البلاد. دونك القرار هذا اللي اتخذوا كمال الزيك وزير التجارة من جهة قرار صعب لأنه محتم عليه ما كانش باش تخلص دونك، ولكن القرار لم يتخذ في إطار جماعي باش يدرسوا كيفاش يواجهوا الندرة. راح أزمة درك تزيد، أزمة كبيرة، أزمة ندرة المواد اللي كانوا يجيبوها، دعم الحليب والقهوة السكر. بون سكر راهم يعاودو يخدمو دونك ماهوش برودوي فيني، مي لي برودوي فيني سي تيرميني، بما فيهم اللبسة، بما فيهم اللبسة، يا بلو ليا مانو. واش يعني هذايا؟ يعني هذا يفتح الباب من جديد للترابندو، ترابندو يعاود ينتعش، ترابندو يعاود ينتعش، هوب كلش في الكعبة. والرشوة ديما تمشي طبعا، ديواني هذاك المديرية الادوان اللي عطاوهم تعليم قال ما بقاتش درك الاستيراد تاع المواد ديال لي برودوي فيني، و ديوانية صغار هذوك اللي لتحت يزهاو شي بدا تمشي. هذه من بكري معروفة في الادوان الجزائرية. انا كنت نعرف واحد كان مسؤول في الادوان، كان عنده شوفور، شوفور هذاك خدام كذا منا. واحد النهار قالو يا سي فلان والله نعيت، يعني راني نخدم فيك بقلبي وصح يخدم فيه قلب وعر. قالو بصح ماذا بيه، كان سما تجيب واحد اخر وتبدلني انايا. قالو ماشي مشكل، هو تحب نافيكتيك. قالوا البور ولا الايروبور؟ قالوا وعلاش؟ قالوا صحابي كاع داروا التاويل غير انا، وانا وعلاش دومونديت ما بقاش معاك؟ كاش واحد ما يحبش يخدم معاك مسؤول كبير، بصح ما ربحت والو، كي روح البور ولا الايروبور دير التاويل هكذا. وراجل مسؤول كبير هذاك اللي يهضر معاه، مسؤول كبير هو اللي عاود لي فيها، يعني اون بيرسون. هذه في 95 94، درك راهي بير. جميع شاب بوليسية ولا ديوانية، جميع من يروح لايروبور ولا البور يزحى يزحى. هذه بلاد تشيبة، ما بقاتش الدولة، الله لا يتربح من كاس ببخلها، الله لا يتربح ولا بحرام. ربي يقدر الخير لبلادنا. السلام عليكم ورحمة الله.